الرستان 24/9/13. مرحبا عمو. ليه؟ شو عم تسوي انت عمو هون؟ عم ندرس. عم تدرس عمو هلا؟ كنت عم تدرس بمدرستك؟ لا كنت تدرس فيها انت ورفقاتك قبل الاحداث؟ كنا ندرس والله، بس هلا نزلت الطياره وما ظل لا متاريس ولا حد ولا شيء، ما ظل شيء خالص. هلا كان وين هلا عم تتعلم القرايه والكتابه؟ والله هون بالحارات في دور فيها ملاجئ ندرس فيها. يعني ناس مدينة رستان عم يشوفوكم بكل حارة دار محمية تدرسوا فيها أنت ورفقاتك؟ إيه بالملجأ تحت بالملجأ. طيب عمو هلا أنتوا عم تتابعوا شو عم يدرسوكم؟ كل دروسكم كنتوا بتاخذوها؟ لا إلا عم يدرسونا دروس هيك مشان نعرف نقرأ، ما ننسى شيء مثلا شفنا قاربة نعرف نقراها وهيك مشان ما ننسى. طيب أنتوا كم واحد بالصف عم يشوفوكم؟ كم واحد بالصف انتوا عم تدرسوا؟ والله كثير. يعني إيه؟ يعني قد بفوق عدده فوق 40 واحد؟ ايه هيك. ايوه اكثر. هلا شو بتوجه رساله للعالم العربي اللي فتحت عنده المدارس هلا وكل واحد رجع لمدرسته؟ وانت ضل عرب ضل حد، كل العالم ماتوا ضل عرب ضل ما ضل حد، ما ضل شيء خالص. الفرق لو طلع هنا في صاروخ ما نفاجئ، الحمد لله رب العالمين ضربت الطيارة بس ما يكون حدا تصاوب فيه. لا الحمد لله ما حتصاوب. الحمد لله رب العالمين. ماشي يعطيك العافية عمو.